وتلك الأمثال نضربها للناس. التفت، وما يعقلها إلا العالمون. يعني اللي ما عقل الأمثال القرآنية بعد عالم لو مو عالم، بل صار تهمة ودليلا على ضعف الباحث التفسيري عندما يترك الفقه والأصول ويتوجه إلى ماذا؟ يتوجه إلى التفسير. يقول هذا ضعيف بالفقه والأصول فيغطي ضعفه وين؟ ها؟ عندي كتاب أخيرا راح يخرج أعزائي، العلامة الطباطبائي، ملامح من سيرته الذاتية ومنهجه العلمي. أنا جامع مجموعة من الرسائل ومجموعة من الظروف العلمية التي عاشها، وأنه كيف كان يتهكم بهذا الرجل الكبير، وكيف كان يتهم هذا الرجل الكبير. لماذا؟ لأنه ترك الفقه والأصول وتوجه إلى ماذا؟ ها؟ إلى التفسير. كانوا يجعلون ذلك دليل على ضعفه، مع أنه هو مجاز بالاجتهاد من المرزنائين. التفتوا أعزائي، اللي كل هذول كثير من هذول الأعلام اللي يدعون ما يدعون، والله ما مجازين من الجدران. هو كان مجاز ممن؟ من أبو الفقهاء والأصوليين المعاصرين المرزنائين. ولكنه يقول تكليفي وجدت أن أذهب إلى ماذا؟ إلى هذا العلم. أعزائي، وتلك الأمثال، شنو دور المثل في النص القرآني؟ تقول لي سيدنا علماءنا وين كانوا؟ قلت والله هذول علماءكم، هذه قوم وذيك النجف، اسألوهم لماذا فقط قضيتم كل أعماركم، إن شاء الله مو مؤاخذين يوم القيامة، كل أعماركم في اللباس المشكوك. أعزائي، هو بيني وبين الله، هذا اللباس المشكوك خذبه على صفحة، الله يطيح حظ اللباس المشكوك، خليه على صفحة لا تلبسه وانتهت القضية. ولكن هل تجدوا أحداً من أعلام ولم يكتب في اللباس المشكوك؟ هل تجد أحدا لم يكتب في لا تعاد؟ ولكن كتب أحد في المثل القرآني. بابا هذه آيات قرآنية، والله ذني آيات قرآنية. وتلك الأمثال نضربها للناس. التفت، وما يعقلها إلا العالمون. يعني اللي ما عقل الأمثال القرآنية بعد عالم لو مو عالم. والأمر إليك، هذا صريح القرآن الكريم، مو أنا، هاي لا رواية ولا بسند البطائني ولا محمد بن سنان مولان. وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا من. إذن القرآن الكريم لا يريد منك عالما، يريد منك شنو؟ ها؟ عاقلا. يقول يعقلها، والعلم مقدمة لماذا؟ للتعقل، مو يريد علماء. ولعله لأول مرة نحن في هذا الكتاب ميزنا الأمثال بين المثل الطولي والمثل العرضي.